لا انها تمشي باش تصيد في مياه دوليه اخرى باش تجيب الثروه السمكيه للمواطنين. وانا جد متفائل من اجل صناعة سفن التونة في الجزائر لطالما اعتبرت شبه مستحيلة إن لم نقل حلم، لكن بعزائم الرجال تشق البحار اليوم. وعينة ذلك سفينة الحاج عمار، إنتاج جزائري 100%، أين شقت السفينة البحر في رحلة صيد وعادت من المهمة بنجاح. أنا اليوم جد سعيد أني ملك السفينة هذه المسماة الحاج عمار التي صنعت هنا 100% في الجزائر بأيدي جزائرية، شباب جزائريين، وشاركنا بها في سنة 2022 اللي كانت مدة الصناعة تاعها 11 شهر، وراحت صيدت الحصة تاعها وعودت ولات راهي راسية الآن بميناء قرية. الحمد لله رحنا سالمين ولينا سالمين الحمد لله يا ربي، وهذا شرف لنا، مكسب ثمين للدولة الجزائرية والأسطول البحري الجزائري. حتى مع التجسيد الفعلي لصناعة سفن صيد التونة في الجزائر بقيت العديد من الشكوك والشائعات حول نجاحها، لكن عودة هذه السفينة الجزائرية من أول رحلة صيد لها محملة بحصتها الكاملة من سمك التونة منافسة كبرى السفن الأجنبية جعلتها تكسر كل الشكوك. الحمد لله صيدنا الحصة تاعنا بكل جدارة ومارسنا النشاط تاعنا وزاولناه بأحسن أريحية، يعني اللي كانت الناس تتمنى تقول يا ودي محسوب استحقر بالإنتاج الوطني الجزائري، يعني بينا لهم باعتراف قبطان باخرة إيطالية وقبطان باخرة إسبانية، يعني كنا معاهم في نفس المياه وإحنا اللي كملنا المياه الحصة تاعنا إحنا الأولى بكل امتياز. يعني الناس كانت بعض الناس تتشكك في الصناعة الجزائرية، يعني ما عندي ما نقولها محاضرين هنا يا مورايا راحوا ولاو بسلامة 100%، يعني ما كان حتى مشكل، بالعكس هذا راح يكون دفع جديد. نجاح صناعة سفن التونة في الجزائر هو نجاح للصناعة الجزائرية وعبرة للعديد من الصناعات التي طال الحديث عنها وغاب تجسيدها، فمتى نشهد ثورة حقيقية لجل المجالات الصناعية؟